والله شوف، البوم متوفي الله يرحمه وينعمه، خلى راجل، والام ما تكون هذيك نحن تصويرتها. الام كي باش يمشي بابا الله يرحمه وامي، نحن في سوق شحطوا علينا وتسلفوا باش نقراو، يجيش تو امي تمشي العطار ما عندهاش صحيح ولا ما عندي. لو انت واحد من الناس العرس نحيته من مخي صحيح، بطاقة تعريف شنو نكتب ممنوع الزواج، خاطر على غالب سامحني انا راه بنات تونس راكم محليكم فوق ريوسنا وكذا وكذا، اما رانا ما نجموش المصاريف نتاعكم. كمل على امك. امي مراه كبيره مسكينه تمشي العطار انا تتسلف ولا تشحت، انا ما عنديش الاكتاف، عندي الذريع نخدم به، الاكتاف مش موجود. اكثر واحد قرايدي في عائلتنا ثلاثه نجوم في السجيقات، ما عنديش اكتاف ولا عندي حق باش نمد باش نخدم، يلزمني نجاهد. انا من الصغر عمري 18 سنه نخدم في البلديه. تخدم باش تخلي امك في ظروف بالطبيعه، هذيك حاجه مقدسه الام اللي تعبت علينا برشا، هي خدمت في الديار وسمعت الكش والنبز وكذا وكذا، امي مجاهده يلزمني انا نجاهد نرجع لها. في البلاد هذيا ما يحبوش اللي يجاهد، يحبوش العاقل، العاقل بالنسبه للعاقل راهو محفوس عليه، راهو اللي شوف انا كي نخدم عندي ثوانا سوايع نخدم عاتي ما عندي، نحب نحلل فلوسي، انت حللهم فلوسي واعطيني حقي، ما تعيطش عليه خاطر باش نرجع ليك، خاطر ماكش ربي سبحانه، ما دام جاء الذريع موجود. لهنا نحكيو على المعامله، نحكيو على المعامله في الخدم. الانتوراج نخدم فيه العارف 24 ساعه شادك راسك، يخاف على اي، يخاف على ترونسباليت، يخاف على سكوتش باش تسكر حاجه، يقلقك فهمت اخو؟ سنين تحيط، ما يحب ما يعطيكش تنفس، تاكل كسكروت تقعد تخدم، اقسم بالليل علي العظيم عليها. ما ترتاحش، ما عندكش بوز خويا، تجيك شخوفيات انت باش تطلعهم في الكاميون تهبط قاعد تفطر وانت قاعد تاكل، والله سيجار ولا تكيفته كامل. رانا بشر، رانا عبيد، خافوا فينا ربي، رانا زواول صحيح، كان جيت ماني زوالي ما نخدمش، كان جيت ما نخممش في امي وتعب امي راني ما نخدمش، انا نص نلم بلاستيك خويا بالله سامحني. ها يد رجال ها تفرج هاك معناتها العذاب انسان عايشه. انا نمشي نص نلم البلاستيك والله العظيم نحس بالراحه خويا، نتعامل حشاك مع بوبيله ومع روايح خايبه، نتعاملش مع العبيد هذه. نرجع قلت لي المعامله، قلت لي ضغط كبير حتى في باش ناخذ بوز باش نجم ناكل، ما فيه ضغط كبير بالطبع، ما عندكش الحق تاكل كسكروت خلت تهضم خلت تهبط الماكله، سامحني المعده عملت شوك عملت اوريور يديش بيها، خلت تهبط الماكله ونعمل سيجار وكل العبيد ونخدم لك ميساج بلاي زاد على جماعة الافريق اللي خدموا فيهم والله العظيم، شباب التونسي خدام اكثر منه يخدموا معانا كركار، خاطر يخلصوا شوي بالله يخافوا فينا ربي، رانا زويولة راهو اللي يخدم عنده امه حتى كان ما عرسش وما عندوش صغار، راهو عنده ميمته وبوه وخواته يقراو وعنده اخته يحب يلبسها ويسترها ويحب ما يحبش توصف ثنية خايبة، خافوا فينا ربي رانا زويولة على الاخر. والله العظيم انا واحد من الناس حقه الزوالي اللي كيف يبدلوا له بطاقه تعريف عبيد، خاطر واحد كي يخدم في خدمه راني يعني نخدم انا ما يحسش بالانسانيه نتاعو، انت باش تخدم في تونس باش تحس بالكرامه، تزيد لهنا يطيحوا لك كرام، لا يزي العارف معناتها تحسوا ربكم الاعلى فرعون كله تخاف منه، وكالسبابه ترعش هو جايب عليهم الماء نخصوا بالمليم الرمزي، واحد والله يغني لهم وين الشهريه يا حليلي وين الشهريه تخو صبيحته فلع شيء، فهمت؟ يخلصك بالمليم الرمزي معناتها على اساس مش كون يزيد يجيب عليك الماء ويزيد يذلك. يا ودي ما فهمتش انا معناتها دروس الاموال هذايا معناتها يحطونا نحن كيف في السوق وشويه نسيه مساكن يخدموا الزويول اللي كيف ويبيعونا وكهو بالحق. معناتها اول حاجه واحد يبدا يخدم تحت الحيط، لا اوراق لا طبيب لا سيناسيس لا حتى شيء، ومن بعد يجي يعاود واحد ناقص العرب باش يحط فوق منك حاجه قد كي وانت احد احد معناتها بالحق. انا راني نخدم اما كالقواده ما فهمتش انا، يبدا العارف يبدا شيخ وعامل جو ويضحك، وكالقواد يبدا يحرك اكثر من العارف وحاسب الخدمه اكثر من العارف، حتى تجي تعمل باش تعمل سيجار وتتنفس يعيط لك هو يشوف لك خدمه من الحيط معناتها. انا هاني معناتها شو معاملتك؟ والله لا غالب معناتها يحاسبك تقول تاكسيفون انت، يلزم معناتها ما يخلصك كل شويه فلوس هذيك الا بالمليم تخلص معاه بالفرنك بالفرنك باش تتنفس انت كبشر معناتها، ما يخليكش هاني نخدم انا مع بيت للحس من العارف الحس مش كلها شيفين وكلها كذا سطو، والله بالحق هاك جماعه المخدرات استغلوهم. كيفاش؟ هذاكم اكثر عبيد ربك اللي مش معناتها واحد عنده طموح يحب يلمد ولا يخدم على امه ولا يحب يحجج والديه ولا عنده صغار، جماعه المخدرات لحثها بالحق يخدم برشا ويتكلم برشا ويحسس برشا، وما معناتها ما يخدمش هاك يحسس، خاطر هو معناتها انسان عبيد الشيخة متاعه، معناتها انسان يتعب ويقبل الذل والسياح والعياط
وكرامته تتمس في الماء على جال الشيخه، تقول له طيح داري طيح دار. فهمت؟ معناتها فرق بين شاب يحلم باش يفرح امه، باش يكون، باش يحسن من وضعيته، فرق بين الرجال الكبار هذاك ماخو لانتريت، معناتها عدى وقته. ويزيد يمرجلي وقتي انا، تلقاه راجل كبير معناتها مازالوا صاب عامين لايت، معناتها باش يعيشهم، يزيد ويوري في وجهه قدام العارف وما يخدمش وكذا وكذا. احنا في الخدمه نتاعنا، في الوظائف نتاعنا، ما نلقاوش معناها لي بيرسونيل قراب لبعضهم يعاونوا بعضهم. علاش عندنا لانتيري بيرسونيل؟ كل واحد ماذا بيه يحاول يكون هو فافوري على الاخر، اوركي هو نجم يعاونه والمنفعه كل المؤسسه. سامحني باش نقول كلمه، ماذا من الدباخ قالت مع الثم رجال، كان زادت كلمه الا ما رحم ربي بالحق. معناتها عبيد ما عادش تخاف، بدن عابد هذا مش حجره ولا حديد. يعني نخدم معناتها في دب وغازوز ومواد غذائيه، معناتها واحد هبط كملونه يطلع كميونه، فما جهد كبير ونزيد نمشي نترينا من فوق. تلقاه راجل كبير يحب يوري وجهه. عبيد تخاف معناتها من العرف، ما قبل ما تخاف من ربي. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك اتي الاجيره حق قبل ان يجف عرقك. هذا يجف عرقك ويصدد في وجهك وتزرق وما تاخوش حقك. يا اخي قداش يعطي فيا هو؟ لا يسب علي سيناسياس، نطلع انا كان يتيح علي جاج ونموت ولا حاجه. المونتون مش كبير. 25 في النهار، ما عنديش وقت نخدم من الصباح لليل. معناتها في حدود 700 اقل من 700 600 الف. فهمت؟ ولا سبين سيناسياس لا حد شيء، وتلقاهم حاسيلو التكمبين ولا ثم عبيد تخدم بالحس. تبدا انت تخدم في حاجه ولا يبدا يسمع في العارف راه مش هكاك وما مدش يده. انا نتكلم نقول له مد يدك معايا يا اخي بالبافلويات هي. فهمت؟ عبيد تسغل في بعضنا، رانا زويولة رانا زويولة والله. تشوف بالله نسالك سؤال، المعيشه ما تقاربش بعضها. توا حتى يخرج زوز ملايين والعلوش بمليون ب 700 وقرايه ولده وكذا، وحتى الشباب يخي سامحني راه مش معرس عنده ام وابو يخدم عليهم وعنده خوات وعنده مسؤوليات كما المعرس. فهمت؟ مش معناتها انه عازب قادر يكون. انا امي تستحق مكادي عند العطار وعند الخزار وعند الجزار وعند فلان. انا مش نقبل لي انا لامي باش نخبي، ما باش نعطي انا لامي باش تخلص كريديه باش غدو وجهها ما تزلعش. يقول لك عند رجال وتكادي، ما هذيك المشكله. انسان مش قاعد ياخذ في حقه. زيد جماعه الافريق اللي يخدموا